الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن يسر هذه الدورة العلمية في كتاب في غاية الأهمية، وهذا الكتاب هو منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل، للشيخ المعروف محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله. والشيخ لا يحتاج إلى تعريف كثير منا، فهو من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، صاحب التفسير والمؤلفات القيمة التي تعرفون، وهو تلميذ للشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، مفتي المملكة العربية السعودية سابقا. والشيخ رفع الله عز وجل قدره بالعلم الشرعي وبالمنهجية الصحيحة التي سار عليها، فإنه يأخذ هذا الدين وهذه العقيدة يأخذها من الكتاب والسنة، من الوحي، فسار على طريقة علمية صحيحة، ولا يذكر مسألة إلا ويذكر دليلها بعد أن يتأكد من صحة هذا الدليل. ولهذا بارك الله عز وجل له في علمه، وهذا الكتاب الذي ندرسه في هذه الدورة في أصله محاضرة ألقاها الشيخ عليه رحمة الله، ثم جمعت مع مؤلفاته، ثم أخرجت في كتاب مستقل لأهميتها. ومن الذي لا يرغب أن يتعرف على منهج أهل السنة والجماعة؟ فكل مسلم يحب أن يكون مع أهل السنة والجماعة، ولأن أهل السنة والجماعة هم المنتسبين للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإن الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق. والصحابة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن طريقتهم هي الطريقة المرضية، فإنه عندما ذكر تفرق الأمم وأخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وقال كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه تزكية للمنهج الذي سوف يسيرون عليه الصحابة: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك من فضل الله عز وجل أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على أصول الدين، ليس بينهم خلاف فيها، أركان الإيمان وأركان الإسلام مجتمعون عليها، ما بينهم خلاف، وما يحصل من خلاف في مسائل فرعية في الاجتهادات فهو في مسائل الفقه. وهذا حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على هذا الاجتهاد، أن يجتهدوا، وهذا الاجتهاد من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، لكنه لا يقر على الخطأ. وأما مسائل العقيدة فهم مجتمعون عليها،
ما بينهم خلاف، ولهذا لما حصل الخلاف بعد ذلك في هذه المسائل صار خلاف بدعة خرجت في أواخر عهد الصحابة الخوارج والرافضة والقدرية، وكل هؤلاء خلافهم خلاف بدعة. فأراد الشيخ رحمه الله أن يلخص هذا المنهج تلخيصاً مبسطاً واضحاً يفهمه كل طالب علم، ولهذا بدأ هذا الكتاب بخطبة الحاجة، وهذا قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بين يدي الساعة لا نبي بعده. وعيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان فإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فهو يبشر الناس إذا استجابوا ما لهم عند الله عز وجل، وينذرهم إذا خالفوا ما يجدونه من العذاب والعقوبة، وداعياً إلى الله بإذنه يعني أنه يدعو إلى الله بالوحي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، وكل ما يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم ويقر عليه فإن هذا من السنة. ولهذا كما تعلمون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، فإذا أقر على شيء فإن هذا من السنة. فبلغ الرسالة التي حمل إياها وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد بلغ الرسالة وهو قد استشهد الأمة في آخر سنة وادعهم فيها بحجة الوداع، وقال: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فكان يشهد الله عليهم ويرفع يده إلى السماء وينزل أصبعه عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فهو قد بلغ البلاغ المبين، ولهذا لا يؤخذ الهدي من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً وللأمة حاجة في له وللأمة في حاجة إليه في دينها، ما كتم شيء البتة. ولذلك الذين انحرفوا من الفرق المنحرفة وظنوا أن للشريعة ظاهر وباطن وأنه بلغ الظاهر وترك الباطن أو نحو ذلك من التأويلات الباردة، فإن هذا لم يحصل البتة، فما للأمة حاجة إليه فقد بلغه صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. ثم قال: فإن الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عندكم نقصد في هذا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم شرع الشيخ يبين ما المراد بأهل السنة والجماعة،
فقال أهل السنة والجماعة: هم الذين هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكلنا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، الهدى الذي ليس فيه ضلالة، ودين الحق الذي ليس فيه غواية. وبقي الناس في عهده على هذا المنهاج السليم القويم، وكذلك عامة زمن خلفائه الراشدين. وقال عامة لأن الخوارج في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، وفي عهد خلافة علي، وكذلك الروافض أو الزنادقة الذين خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه وسجدوا له، وقصتهم معروفة، وأن علي رضي الله عنه قد حرقهم بالنار. ولذلك قال: وعامة زمن الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون تعرفونهم، هم أربعة: فعلي رضي الله عنه مع ما حصل في زمنه، فإن أهل السنة مجمعون على أنه خليفة الراشد. فالخلفاء الراشدون وهم مرتبون في الفضل على حسب توليهم للخلافة، ولكن الأمة بعد ذلك تفرقت تفرقاً عظيماً متبايناً. يعني بعد هؤلاء الخلفاء الراشدين ظهرت رؤوس البدع التي لا تزال تنخر في جسد الأمة إلى الآن، ولم ينتسبوا لأهل السنة والجماعة، بل انتسبوا إلى رجال. فتجد الذي ينتسب للاعتزال أو الأشاعرة أو الصوفية أو الرافضة أو نحو ذلك ينتسبون إلى رجال وإلى أشخاص، ولم ينتسبوا لأهل السنة والجماعة. ولذلك من فضل الله بقي هذا الاسم يعني واقع على من سار على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى كانوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وكلمة كلها في النار إلا واحدة هذه من ألفاظ الوعيد، لأن هذه الطرق توصل إلى النار، لأن فيها ضلالة، لكن لا يلزم منها التكفير. فقد يكون منهم فرق كافرة مثل فرق الزنادقة والباطنية وغير ذلك، وقد يكون فيهم أهل بدع. ولذلك لا يحمل كلها في النار على التكفير، وإنما هذا من ألفاظ الوعيد، يقال كلها في النار إلا واحدة. ومن فقه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم سألوا عن هذه الواحدة، ما قالوا سمي لنا الفرق أو اذكر لنا الفرق، لا، الهدف والغرض هو هذه الناجية، الفرقة التي نجت. فسألوا عن هذه الفرقة وقالوا: وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الشيخ: بهذا نقول إن هذه الفرقة هي فرقة أهل السنة والجماعة، وهذا الوصف لا يحتاج إلى شرح في بيان أنهم هم الذين على الحق، لأنهم أهل السنة المتمسكون بها، وأهل الجماعة المجتمعون عليها. الجماعة هم المجتمعون على الحق. يعني لما تكون في زمن فيه خلط كثير، فالمراد بالجماعة هم من اجتمعوا على الحق، من اجتمع على الحق والسنة، فهم هؤلاء أهل السنة والجماعة. وقد يكونون غرباء، نعم قد يكونون، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فدل على أنه يمر على الناس زمان أهل السنة والجماعة فيه غرباء، وليس الجماعة هم كثرة الناس، لأن الناس لا يجتمعون كلهم بعد أن حصل التفرق على الحق، وإنما بعضهم يتمسك بالحق، فالبعض هؤلاء هم أهل السنة والجماعة.
وليس الجماعة المراد به الكثرة، فإن الكثرة أحيان تكون على غير صواب وعلى غير هدى، وإن الميزان الذي يعرف به أهل السنة والجماعة هو أنهم متمسكون بالسنة وما عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بالسنة وما عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل يدعي السنة، حتى الفرق المخالفة تقول نحن على السنة، لكن الذي يكشف عوارهم أنك تطلب منهم أن يأتوا بأقوال الصحابة فيما يذهبون إليه فلا يجدون، لأن الصحابة لم يفعلوا فعلهم، ولهذا سلموا بهذا وسلموا أن الصحابة ليسوا على منهاجهم. أهل التأويل الذين يحرفون الأحاديث ويحرفون الآيات التي في الأسماء والصفات سلموا أن الصحابة ليس لهم كلام يشابه كلامهم، ولهذا كانوا يعتذرون ويقولون مذهب الصحابة أو مذهب أهل السنة أسلم، أو مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. وهذه عبارة شنيعة يستحي العاقل من ذكرها، يعني الخلف أعلم وأحكم، والسلف والصحابة وهؤلاء بس على عندهم سلامة، يعني ما يدركون المعاني ونحو ذلك، وهم جاءوا بالفقه في الدين والعلم في الدين. وهذه الكلمة ما يحتاج أحد يرد عليهم، لأنه إذا كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم علم ولا حكمة، فهذا قائله يعني قال قولا شنيعا. قال: وأهل الجماعة المجتمعون عليها ولا تكاد ترى طائفة سواهم إلا وهم بعيدون عن السنة بقدر ما ابتعدوا في دين الله سبحانه وتعالى، ولا تجد فرقة غيرهم إلا وجدتهم فرقة متفرقين فيما هم عليه من النحلة، يعني تجد التناقض الكبير عندهم فيما هم عليه من النحلة. وانظروا مثلا إلى المعتزلة والأشاعرة، فإنهم اتفقوا على قاعدة وهي العقل مقدم على النقل، ومرادهم بالنقل الوحي، الكتاب والسنة هذه النقل عندهم لأنها منقولة، فهم قعدوا قاعدة باطلة وقالوا العقل مقدم على النقل. لكن هل هذه القاعدة أعطتهم طريقا واحدا؟ أبدا. الأشاعرة آمنوا بسبع صفات، والمعتزلة أنكروا جميع الصفات، والأشاعرة يقولون العقل يثبت هذه السبع، والمعتزلة يقولون العقل لا يثبت هذه السبع، فمن هذا الحكم اللي كل واحد يجره إليه على كيفه؟ هذا العقل الحكم الذي جعلوه وهو يثبت عند هؤلاء سبع وعند هؤلاء لا يثبت شيئا. وهذا يدل على أن الرد إلى العقل بهذه القاعدة الباطلة رد باطل، ولأن العقول متفاوتة، عقول البشر ما أحد يرد إلى العقل. صحيح فيه براهين عقلية ضرورية، لكن هذه جاءت في الوحي، فأنت لا تقول نرد إلى الوحي إلى العقل، قل نرد إلى الوحي، والبراهين العقلية الصحيحة قد جاءت في الوحي وشهد لها الوحي، فهذه الرد فيها للوحي في الحقيقة، فلا يحتاج أن تقعد قاعدة وتقول العقل مقدم على النقل، بل المقدم هو النقل هو الوحي. حتى البراهين العقلية التي تريدها فخذها من الوحي، لا بد أن يكون شهد لها الوحي بالصحة. ثم قال: وقد قال سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالتفرق ليس من سبيل المسلمين، وإنما المسلمون يجتمعون على الحق وهم طائفة واحدة وليسوا متفرقين في دينهم.
ثم قال الشيخ: إذن لا حاجة لنا إلى التطويل بتعريف أهل السنة والجماعة، لأن هذا اللقب يبرهن على معناه برهانًا كاملًا، وأنهم المتمسكون بالسنة المجتمعون عليها. ونحن نلخص الكلام في نقاط رئيسية. ثم بدأ ببيان طريق أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته، وهذا كما تعلمون من أعظم العلم، من أعظم العلم أن تعرف ربك الذي تعبده، وأن تعرف أسماء هذا الرب، وأن تعلم صفاته، فهذا من أعظم العلم، من أعظم العلم هو هذا. ولذلك هذا العلم العظيم كثر في القرآن والسنة، ولا ينبغي أن يهمش هذا العلم، ولا ينبغي أن يقلل من شانه، ولا ينبغي أن يخفف من المناهج التعليمية، فإن هذا أعظم علم يتعلق بالله سبحانه وتعالى. ولا يظن شخص، لأن بعض الناس يقولون أن الحديث عن الأسماء والصفات فيه مزلة أقدام وفيه مسائل معقدة، لا لا، المعقد هو علم الكلام. إذا كنت تريد أن تعرف ما يكون لله وما يمتنع عليه عن طريق علم الكلام والأقيسة التي يأتون بها، فهو معقد. يحتاج أن تعرف أولاً علم الكلام ومصطلحات علم الكلام، ثم تخوض في هذه المتاهات. أما إذا كنت تريد أن تسمع ما في القرآن وما في السنة، فهذا من أوضح الأمور. ولذلك يعني كان القرآن يدرس لصغار السن وكبارهم، لو كان فيه مزلة أفهام أو مزلة أقدام ما علم به الصغار، فصغار شباب المسلمين كانوا يحفظون القرآن، وكانوا يحضرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ في الصلوات وهم يسمعون هذه الآيات. فلو فيه إشكالات أو فيه شيء يؤثر على الفهم أو يحتاج إلى تأويل أهل الكلام، صار فتنة لهؤلاء. وهذا يذكرني بالذين يقولون لا تتكلمون، بعض الذين يدعون التربية المعاصرة يقولون لا تتكلمون عن النار وعذابها وجحيمها، فإن هذا فيه تخويف للشباب الصغار. وهذا جهل به، جهل عظيم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقرأ الآيات في الصلاة ويأمر المسلمين أن يأتوا بأطفالهم إذا بلغوا 7 سنوات ويسمعون هذه الآيات العظيمة المتعلقة بالجنة والنار والوعد والوعيد إلى غير ذلك، هل هذا ما هو منهج تربوي صحيح؟ لكنهم شياطين الإنس يريدون أن يصرفوا الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يذكرون الآخرة إلا قليلا. يعني الآن يعني انظروا أنتم إلى كثير من وسائل الإعلام من صحف وغيرها، كم تتحدث عن الله، كم تتحدث عن أسماء الله، كم تتحدث عن صفات الله، كم تتحدث عن الجنة، كم تتحدث عن النار، لأن هذا ليس من هذا، ما المنهج الذي يسلكونه ليس منهاج أهل السنة والجماعة. ولو كان منهاج أهل السنة والجماعة فإنه كان صغارهم وكبارهم ونساؤهم كانوا على الوحي، ما العلم الذي عندهم هو الوحي، آيات وأحاديث، وما قال أحد أن هذا الوحي ممكن أن يحرف العقول، ممكن أن يدفعهم إلى التطرف، ممكن إلى غير ذلك، ما قال هذا أحد البتة. والذين اندفعوا إلى التطرف بعد ذلك ليسوا من الفقهاء، ليسوا من الفقهاء في دين الله الذين يقرؤون القرآن ويستمعون السنة. ولهذا لما جاء ابن عباس رضي الله عنه يناقش الخوارج قالوا: من أين أتيت؟ قال: أتيتكم من عندي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معكم منهم أحد. انظروا إلى هذا الأمر العظيم،
يعني ما في واحد من الصحابة اقتنع بفكر الخوارج. قال: أتيتكم من عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معكم منهم أحد. ولهذا لما ترجعون الآن في كتب السير وترجعون إلى تراجم الصحابة ليس منهم أحد من الخوارج، ما في أحد منهم كان مع الخوارج البتة، لأن مذهبهم مخالف للحق، يعني يكفرون مرتكب الكبيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءه من ارتكب كبيرة ولم يكفره، فهم يعني مخالفون لإجماع الصحابة. فدل على أن التمسك بالكتاب والسنة والتعمق في فهمها فهما صحيحا فإن هذا لا يدفع للتطرف، بل هو علاج للتطرف، هو علاج للتطرف. والتطرف إنما يأتي من البدع، لكن الذين يعني يوصون المسلمين هؤلاء يخدعونهم، بعضهم يوصيهم يقول: لا تكثرون من جرعة التدين، جرعة التدين لا تكثرون منها. لماذا؟ قالوا: يدفع للتطرف، لو كان كذلك لكان الصحابة أشد الناس تطرفا، لو كان كذلك لكانوا أشد الناس تطرفا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قد يظن الصحابة متطرفين لكنه لا يستطيع أن يصرح بذلك. الشاهد في الأمر أن الاهتمام بما يتعلق بأسماء الله وصفاته فهذا في غاية الأهمية، ولهذا بدأ بالشيخ هنا، قال: أهل السنة والجماعة طريقتهم في أسماء الله وصفاته أنهم يعتبرون أن ما ثبت من أسماء الله وصفاته في كتاب الله أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق على حقيقته يراد به ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، وذلك لأن تحريف المحرفين مبني على سوء قصد أو سوء فهم، حيث ظنوا أنهم إذا أثبتوا تلك النصوص أو تلك الأسماء والصفات على ظاهرها ظنوا أن ذلك إثبات للتمثيل، ولهذا صاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقد يكونون ممن لم يفهموا هذا الفهم ولكن لهم سوء قصد في تفريق هذه الأمة الإسلامية شيعاً، كل حزب بما لديهم فرحون. وصدق عليه رحمة الله، فهو لما قال: نؤمن بالأسماء التي جاءت في القرآن والسنة والصفات على ظاهرها، ظاهرها المراد به المعنى وليس التمثيل، لأن الصفة لا تتحدد إلا بإضافتها إلى موصوفها، لا يمكن أنك تحدد الصفة إلا بإضافتها إلى موصوفها، فإن كان الموصوف هو الخالق فالصفة تناسبه، وإن كان المخلوق فالصفة تناسبه. ولهذا ادعاؤهم أنه إذا كانت هذه الصفة تطلق على مخلوق فإن إطلاقها على الخالق فيه تمثيل، هذه القاعدة باطلة، ما هي صحيحة. وما وجه البطلان فيها؟ وجه البطلان أننا نرى أن الله سبحانه وتعالى أطلق على نفسه صفات وأطلقها على خلقه، فأطلق على نفسه السمع والبصر، والخلق فيهم سمع وبصر، أطلق على نفسه الكرم والخلق فيهم كرم، أطلق على نفسه العلم، فهل علم الله مثل علم البشر؟ أبداً. هل الله عز وجل مثل هذا بهذا؟ أبداً. ولم يفهم هذا التمثيل أبداً، هذا التمثيل ما فهمه أحد، ولذلك هم يرون أن هذه النصوص تحتاج إلى تأويل. فمثلاً لما أطلق الله على نفسه أن له يدين قالوا لا بد أن نؤولها، لماذا؟
قالوا لأننا لا نعقل اليدين إلا عند المخلوق. وبأي شيء تؤولونها؟ قالوا بالقدرة. قال طيب، وهل المخلوق له قدرة ولا ما له قدرة؟ قالوا له قدرة لكنها تناسبه. هنا إذن امسك هذا الخط، كل صفة أثبتها لله عز وجل، أثبت المعنى لكنها تليق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا في كتابه القيم الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله، كتاب التدمرية، لما قال لهم الأصل في بعض الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني لماذا تفرقون بين أمرين وهما سواء؟ فأنتم مثلا تثبتون لله عز وجل الإرادة، وهو هنا كان يخاطب الأشاعرة، وتنفون الرحمة، يقولون إن الله عز وجل لما يقول يرحمهم الله يقول يريد بهم، أراد بهم الثواب، عشان ما يصفون بالرحمة. فيقول والمخلوق له إرادة. قالوا لا، إرادة المخلوق تختلف عن إرادة الخالق. قال قولوا رحمة المخلوق تختلف عن رحمة الخالق، وانتهى، انكسر الباطل، انتهى. فإنكارهم للظاهر هذا وبحثهم عن تأويلات منحرفة هو الذي يخالف طريقة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة لما يقولون نؤمن بها بالأسماء والصفات على ظاهرها لا يقصدون المماثلة البتة. وما في أحد من المسلمين يقول إن الله مثل الخلق، لا في أسماء ولا في صفات، ما يقولون هذا البتة، لكنهم يثبتون المعنى فقط. ومما ضرب لهم الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله من أمثلة ما جاء في الجنة، الأسماء التي جاءت في الجنة من أسماء اللبن والرمان وغير ذلك، فإن هذه الأسماء لا تشبه مسميات الدنيا، فيها فرق كبير من حيث الحقيقة، حتى أنه ابن عباس يقول ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني إلا المعاني الموجودة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق فما بينها وبين ما في الدنيا كما بين السماء والأرض. فكذلك يعني أنت أثبت المعنى على ظاهره لكن لا تمثل، إياك أن تمثل، لأن هذا بنص القرآن ممنوع، ليس كمثله شيء، لكنك تثبت المعنى الذي يفهم به الخطاب الذي يفهم في اللسان العربي. ولهذا جمع بين النفي والإثبات في هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر أن بعضهم من سوء فهم، يعني عنده سوء فهم لما تسرب إليهم فكرة، هذا عنده سوء فهم، قد يكون مخلص لكن ويريد الحق ويريد أن ينزه الله عز وجل، لكن عنده سوء فهم، ما تلقى الفهم الصحيح من الصحابة، عنده سوء في الفهم للمعاني. والأصل أنك تتلقى تفسير الكتاب والسنة من تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا العلم عنه، فهم عندهم سوء فهم وسوء ظن بالصحابة، إن الصحابة ما فهموا الفهم الصحيح. وبعضهم عنده سوء قصد، يعني يريد أن يفسد هذا الدين، ولا شك أن هذا يعني الأشخاص الذين تأثروا بعبد الله بن سبأ اليهودي الحميري الذي أسلم في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه، ووصل الحال بهم إلى أنهم سجدوا لعلي بن أبي طالب، فهذا واضح أنه سوء قصد، يعني هم ظنوا لقنهم أن الله حل في علي، لقنهم أن الله حل في علي، وبهذا صار علي رب يسجد له. فلما خرج ورأوه سجدوا له، فقال لماذا تسجدون؟ قالوا لأنك أنت الله. قال أنا الله؟ أنا أمشي في الأسواق وآكل الطعام، يعني كيف واحد يكون يأكل الطعام ومحتاج وفقير ويصير هو الله؟ ويحكم،
هذا ربهم. طيب أنت ما تصدق ربك؟ يعني لو كان يريدون الحق ما في سوء قصد لقالوا هذا أنت يا الذي تراه نحن نسلم به، لكنهم مع هذا أصروا، يعني عاندوا الذي يرونه ربهم، عاندوا الذي يرونه ربهم. هو يقول أنا لست بربه، يقول لا أنت أنت رب رغم أنفك. ولذلك يعني يعذروا فيما صنع بهم لما حفر الأخاديد وأشعل فيها النار ورمى بهم. وذكر البخاري القصة هذه في صحيحه معلقة، قال أتي بزنادقة فحرقهم، سماهم زنادقة، قال أتي بزنادقة فحرقهم. لكن ابن عباس يعني استدرك عليه أن الأصل أنه لا يحرقهم بالنار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فيعني لكنه لم ينكر عليه قتلهم، بل هذا هو الواجب في حقهم، أن من وصل هذه الحالة وارتد من بدل دينه فاقتلوه، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الحكم الشرعي. لكن الخلاف في آلية القتل، هل يضربون بالسيف أم يحرقون بالنار؟ فهذا الذي استدرك عليه ابن عباس رضي الله عنه فيه ورضي الله عن علي. نعم. فهذا هؤلاء سوء قصد، وفيه فرق كثيرة يعني دخلت في عند المسلمين لتفريقهم، ولا يزالون يعني لا يزالون يتظاهرون، يوجد فرق تتظاهر بالحق والصواب وهي تريد الإفساد. هؤلاء عن سوء قصد، وبعضهم عن سوء فهم، عنده فهم أعوج فيعني يقع في المخالفات. ولهذا قال وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه وما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته وعلى ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك، وهو أيضاً لا يمكن أن يفهم منه ما لا يليق بالله عز وجل من صفات النقص أو المماثلة بالمخلوقين. بهذه الطريقة المثلى يسلمون من الزيغ ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته. الإلحاد في أسماء الله وصفاته يشمل أمرين، إما أن تحرف المعنى أو تحرف اللفظ، فهذا كله إلحاد سواء حرف اللفظ أو حرف المعنى. فلا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، غير زائدين في ذلك ولا ناقصين عنه. ولهذا كانت طريقتهم أن أسماء الله وصفاته توقيفية، توقيفية بمعنى أنها لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، هذا معنى توقيفية، لأن هذه لا يمكن تجتهد أنت فيها من عند نفسك، هذه توقيفية من الكتاب والسنة، لأن من أمر الغيب لا يمكن لأحد أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أو أن يصف الله بما لم يصف به نفسه. قال فإن أي إنسان يقول إن من أسماء الله كذا أو ليس من أسماء الله، أو إن من صفات الله كذا أو ليس من صفات الله بلا دليل، لأنه لا شك قول على الله بلا علم. وقد قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ثم إن طريقتهم في أسماء الله تعالى إنما سمى به الله نفسه، فإن كان من الأسماء المتعدية
فإنهم يرون من شرط تحقيق الإيمان به ما يلي. انتبهوا لهذا النقطة، يعني مفيدة جدا، وكل كلام الشيخ مفيد جزاه الله خير، لكن هذا قد لا تجده في كثير من الكتب. قال: إن الأسماء المتعدية أن يؤمن المرء بذلك الاسم اسما له عز وجل، أن يؤمن بما دل عليه من الصفة، سواء كانت الدلالة تضمنا أو التزاما، أن يؤمن بأثر ذلك الاسم الذي كان مما دل عليه الاسم من الصفة. وهذا علم مهم، يعني علم أثر الأسماء والصفات، علم أثر الأسماء والصفات في النفس البشرية، هذا أمر في غاية الأهمية. ثم ضرب لهذا مثلا، انظروا إلى هذا المثل الذي ضربه، قال: من أسماء الله تعالى السميع. فالسميع يجب على طريق أهل السنة والجماعة أن يثبت هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، فيدعى الله به، يقول: يا سميع، أو يعبد له، تقول: عبد السميع، فتقول: يا سميع، يا عليم، وما أشبه ذلك، لأن الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وتعبد لهذا الاسم، تقول: عبد السميع. وكذلك أيضا يثبت ما دل عليه هذا الاسم من الصفة، وهي السمع، فإن الاسم السميع يدل على أن الله عز وجل له صفة السمع، وأنه يسمع كل المسموعات، كما يثبت هذا معنى متعدية، يعني السمع تعداه إلى غيره، متعدي أنه ليس اسم متعلق بذاته وصفة متعلقة بذاته، بل تعدى إلى غيره لأنه سمع المسموعات. هذا الأثر في غاية الأهمية. قال: كما يثبت أيضاً أثر هذه الصفة، وهي أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء، وبهذا ننتفع انتفاعاً كبيراً من أسماء الله عز وجل، لأنه يلزم من هذه الأمور الثلاثة التي أثبتناها في الاسم إذا كان متعدياً أن نتعبد الله به، فنحقق قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت إذا آمنت بأن الله يسمع، فإنك تؤمن أنك مهما قلت من قول، سواء كان سراً أم علناً، فإن الله تبارك وتعالى يسمعه، وسوف ينبئك بما كنت تقول يوم القيامة، وسوف يحاسبك على ذلك على حسب ما تقتضيه حكمته في كيفية من يحاسبهم تبارك وتعالى. إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاسم من أسماء الله إذا كان متعدياً فإنه لا يمكن تحقيق الإيمان به إلا بالإيمان بهذه الأمور الثلاثة: أن تؤمن به اسماً من أسماء الله، أن تؤمن بما دل عليه من صفة، أن تؤمن بما يترتب على تلك الصفة من الأثر، يعني هذا، وهذا الأثر هو المطلوب، كلها مطلوبة، لكن هذا الأثر هو الذي يعني يجعلك تتقي الله عز وجل. لما تعرف أنه يسمعك، فإنك لا ترضى أن يسمع منك ما لا يليق وما لا يحل. نعم. قال: وبهذا يتحقق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى المتعدية. أما إذا كان الاسم لازماً فإنهم يثبتون هذا الاسم من أسماء الله، ويسمون الله به، ويدعون الله به، ويثبتون ما دل عليه الاسم من صفة على الوجه الأكمل اللائق بالله تعالى، ولكن هنا لا يكون أثر، لأن هذا الاسم مشتق من شيء لا يتعدى، من شيء لا يتعدى موصوفه. وضرب لذلك مثلاً الحي، اسم الحي، فإنك تثبت الاسم يا حي يا قيوم، وتثبت الصفة، صفة الحياة، لكن هذا ماذا
يفيدك في المراقبة؟ ماذا يفيدك في المراقبة؟ يعني اللي ما يؤمن بأن الله حي هذا يعني من الملحدين، ما لكنك حي هذا ما يعني يفيدك في المراقبة في شيء، إلا إن كان في باب التوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني طمأنينة العبد بأن الله حي لا يموت، ولا كان يتوكل على معدوم، ولأن المعبودات من دون الله كلها تموت فهي لا تصلح للتوكل، لكن هو هنا يجعل هذا الاسم الحي غير متعدي، وإنما هو اسم وصفة. قال: ونؤمن بما دل عليه من صفة، سواء كان ذلك تضمناً أو التزاماً، وهي الحياة الكاملة التي تتضمن كل ما يكون من صفات الكمال في الحي من علم وقدرة وسمع وبصر وكلام وغير ذلك. فعلى هذا نقول: إذا كان الاسم من أسماء الله غير متعدي، فإن تحقيق الإيمان به يكون بأمرين: إثباته اسماً من أسماء الله تعالى، والثاني إثبات ما دل عليه من الصفة على وجه الكمال اللائق بالله تبارك وتعالى. أما الصفات فإننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، سواء ذكر الصفة وحدها بدون أن يتسمى بما دلت عليه، أو كانت هذه الصفة مما دلت عليه أسماؤه، فإنه يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة على حقيقتها. مثال ذلك: أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أنه استوى على عرشه وهو يخاطبنا بالقرآن النازل باللسان العربي المبين، وكل الناس الذين لهم ذوق في اللغة العربية يعلمون معنى استوى في اللغة العربية. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد جاءه سؤال عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، والكيف مجهول، كيفية الاستواء لا نعلمها، والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء لأنه بنص القرآن، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية وليس عن الاستواء، السؤال عن الكيفية، لأن الكيفية ما سأل عنها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كيفية الله عز وجل. ولو أراد الله عز وجل أن يعلم عن الكيفية لأعلم، فلذلك صار بدعة، يعني تأتي بشيء تسأل عنه ما سأل عنه الصحابة، والقرآن يتلى عليهم ليل نهار، فما سألوا عن الكيفية البتة، فإن هذا السؤال بدعة. قال: هذا هو اللفظ المشهور عنه، واللفظ الذي نقل عنه بالسند قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، يعني لا نعقله بعقولنا، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: وهذا اللفظ أدق من اللفظ الذي سقناه قبل، لأن كلمة الكيف غير معقول تدل على أنه إذا انتفى عنه الدليلان النقلي والعقلي فإنه لا يمكن التكلم به. هذه الصفة من صفات الله تعالى لم يرد اسم من أسماء الله مشتق منها، وهذا يدل على أنك لا تشتق من الصفة اسم، يعني لا تقول المستوي، تقول إن الله من أسمائه المستوي لأنه استوى على عرشه، لا، يعني تثبت الصفة فقط، أما الأسماء فتحتاج يأتي نص بهذا الاسم. مثلا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يضحك، فلا تشتق من يضحك اسم وتقول الضاحك. جاء أنه يتكلم، فلا تشتق منه اسم تقول المتكلم ونحو ذلك، يعني تلتزم بما ورد في الكتاب والسنة ولا تشتق من الصفات أسماء.
قال: ونعلم أن معنى الاستواء هو العلو، فهو علو خاص بالعرش، يعني أن الله علا على العرش، استوى على العرش يعني علا على العرش، وهذا علو خاص بالعرش، وإلا فإن الله عالي على كل المخلوقات، والعرش من المخلوقات، لكنه لما خلق السماوات والأرض علا على العرش وارتفع على العرش، وهذا لا يعني أن العرش كان فوقه، فإن الله لا يكون فوقه شيء من مخلوقات البتة، لكنه ارتفع على العرش، وهذا علو واستواء خاص بالعرش. ولهذا قال: ليس العلو المطلق على جميع المخلوقات، بل هو علو خاص، يعني يريدك لا تفهم أنه علا وارتفع، أنه ما كان قبل ذلك عاليا ولا مرتفعا، وإنما هذا علو خاص بالعرش. نعم. قالوا: لهذا نقول في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، أي علا واستقر على وجه يليق بجلاله وعظمته، وليس كاستواء الإنسان على البعير والكرسي. ليش نفى هذا؟ لماذا نفى أنه ليس كاستواء الإنسان على البعير والكرسي؟ لأن المستوي على البعير والكرسي إذا سحبت الذي تحته سقط، إذا سحبت الذي تحته سقط، والله عز وجل في غنى عن العرش وعن غيره، فلذلك ليس كهذا الاستواء، لأن هذا الاستواء فيه نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. قال: ومن زعم أنه بحاجة إلى عرش يقله فقد أساء بربه عز وجل، فهو سبحانه وتعالى غير مفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل جميع مخلوقاته مفتقرة إليه، وهو إنما خلقها من باب العظمة، يعني يعرف الناس، لأن الاستدلال على عظمة الله عز وجل يكون بإدراك عظمة المخلوقات، فلهذا أخبر عن الكرسي أنه وسع السماوات والأرض، والكرسي هو موضع القدمين للرحمن، فالسماوات والأرض كلها داخلة في الكرسي، أما العرش فلا يقدر قدره إلا الله عز وجل، ولهذا أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك من الملائكة الذين يحملون العرش، فقال: إن الطير لتخفق بين شحمة أذنه وعاتقه 700 سنة، يعني لو طار طير من شحمة إذن الملك من حملة العرش يستمر، وتعرفون طيران الطير يستمر 700 سنة ما وصل العاتق، أما بقية الطول ما تحدث عنه، بس عشان تدرك بس شيئا من عظمة هذا الخلق، وإذا كان الخلق عظيما فهو يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك النزول إلى سماء الدنيا، حينما يبقى ثلث الليل الآخر نؤمن به على أنه نزول حقيقي، لكن يليق بالله عز وجل، لا يشبه نزول المخلوقين، لأن بعض الناس قد يتوهم معنى باطل، يظن أنه لما نزل إلى سماء الدنيا كان الكرسي والسماء والعرش فوقه، وهذا غير صحيح البتة، فإن الله العلي الأعلى في كل وقت. تقول: كيف ما تصور؟ نقول: كيف لا نعلمه، على قول الإمام مالك كيف مجهول، لكن نؤمن ونصدق بالخبر، أما الكيفية لا ندخل فيها البتة. نعم. قال: ومن هنا نقول أنه يجب على المؤمن أن يتحاشى أمراً يلقيه الشيطان في باله، أمراً خطيراً للغاية، وهو أمر حمل أهل البدع على تحريف النصوص من أجل هذا الأمر الذي يجعله الشيطان في قلوب الناس، ألا وهو تخيل كيفية صفة من صفات الله، يعني لا يرد بذهنك تتخيل، هذا الباب مسدود عنك، لا يمكن أن تصل بخيالك إليها. نعم. أو تتخيل كيفية ذات الله عز وجل.
طيب الدرس ننهيه الآن ونستأنف غدا بإذن الله عز وجل في مثل هذا الموعد.